حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حياكم الله جميعا في هذا البرنامج، برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها. ونحن ولله الحمد في هذا اللقاء الثالث نكمل في كتاب العربية بين يديك، الوحدة التاسعة، التسوق وفي مهارة القراءة. Welcome my brother and my sister in our Arabic program. This program is special for non-Arabic people. And this book is talking about العربية بين يديك or what we call Arabic at your hands. Inshallah, we will continue. This is the third meeting. We will continue inshallah in unit number 9, التسوق, what we call the shopping. And we have القراءة. القراءة. طيب سوف نستمع سويا إن شاء الله الآن إلى القراءة. الوحدة التاسعة. طيب التسوق. الدرس 80، القراءة والكتابة. أولا القراءة. التدريب الأول، اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. مالك ذهب إلى السوق، هو الآن في قسم الأثواب. هذه أثواب جميلة جدا، هذا ثوب أزرق، وهذا ثوب أبيض، وهذا ثوب أصفر. الثوب الأزرق ب70 ريالا، والثوب الأبيض ب90 ريالا، والثوب الأصفر ب30 ريالا. ماذا يريد مالك؟ لا يريد الثوب الأبيض. الثوب الأبيض ب90 ريالا، هذا كثير جدا. مالك يريد الثوب الأصفر. الثوب الأصفر ب30 ريالا. طيب الحمد لله، استمعنا سويا إلى القطعة التي قرأت أمامنا عن مالك، والآن لدينا بعض الأسئلة وسنجاوب سويا نحن وأنتم إن شاء الله. We will answer this question together إن شاء الله. طبعا من يريد أن يجاوب just raise up your hand. أين مالك الآن؟ تفضل يا أخي، أين مالك الآن؟ لنأخذ أخي تجاني. تفضل يا أخي تجاني. المالك الآن في قسم الأسواق. في قسم الأسواق، ما شاء الله تبارك الله. إذن في السوق في قسم الأسواق. طيب بكم الثوب الأبيض يا أخي تجان؟ الثوب الأبيض ب90 ريالا. ب90 ريالا، أحسنت أحسنت. طيب بارك الله فيك أخي تجاني، نعطي فرصة لبقية الإخوان، جزاك الله خير. طيب نأخذ أخي إرف، تفضل يا أخي. بكم صاب أزرق؟ أحسنت. الصاب أزرق ب70 ريالا. ممتاز ممتاز، إكسلنت. طيب السؤال الرابع، بكم الصاب أصفر؟ أصاب أصفر ب30 ريالا. ممتاز أخي إرف، نعطيك العافية. نعطي فرصة لأخي سيشر، تفضل. ماذا يريد مالك؟ هو يريد الثوب الأصفر. يريد الثوب الأصفر. طيب أحسن الله إليكم جميعا، ما شاء الله قراءة جميلة ورائعة، بارك الله فيكم. طيب نكمل، بارك الله فيكم، نكمل الجزء الثاني.
التدريب الثاني، اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. راشد يذهب إلى السوق. راشد يريد قميصا. هذا قسم القمصان. هذه قمصان جميلة. هذا قميص أبيض، وهذا قميص أصفر، وهذا قميص أحمر. القميص الأبيض ب20 ريالا، والقميص الأصفر ب30 ريالا، والقميص الأحمر ب40 ريالا. راشد يريد القميص الأبيض. راشد يحب اللون الأبيض ولا يحب اللون الأحمر. طيب، جميل جدا. استمعنا الآن إلى فقرة أو قطعة صغيرة تتكلم عن راشد. يلا نريد الآن أن نجاوب عن الأسئلة التي في هذه القطعة. من يريد أن يجاوب فليرفع يده. تفضل يا أخي تجاني. بسم الله. إلى أين يذهب راشد؟ أحسنت. راشد يذهب إلى السوق. ممتاز. السؤال الثاني، ماذا يريد راشد؟ أحسنت. يريد راشد قميصا. ممتاز. السؤال الثالث، بكم القميص الأبيض؟ ممتاز. قميص أبيض بعشرين ريالا. ممتاز. بارك الله فيك أخي تجاني. أخي إرف تفضل. تفضل يا أخي. طيب، أبيكم القميص أصفر؟ أحسنت. القميص أصفر ب30 ريالا. ممتاز. بكم القميص أحمر؟ ممتاز. القميص أحمر ب40 ريالا. ممتاز. بكم قميص راشد؟ أحسنت. ب20 ريالا. ب20 ريالا. كيف عرفت؟ هل تستطيع أن تخبرني؟ هنا لم يذكر قميص راشد، كيف عرفت؟ يعني لم يذكر قميص راشد بشكل مباشر. لما ذكر أصلا هي يحب ألوانه أبيض. أحسنت. إذن هو يحب أو يريد القميص الأبيض، وحينما نعود إلى القطعة نرى أن القميص الأبيض ب20 ريالا. إذن هنا ربط ما بين راشد والقميص الأبيض في السعر. بارك الله فيك أخي، ما شاء الله تبارك الله، فهم رائع وجميل للقطعة. طيب نكمل، بارك الله فيكم، نكمل. أحسنتم، أحسن الله إليكم. التدريب الثالث، اقرأ الفقرة ثم أكمل العبارات. الأسرة تسكن الآن في شقة جديدة. الأسرة تريد بعض الأثاث. يذهب الزوج والزوجة إلى قسم الأثاث. هذا أثاث جميل جدا. ماذا تريد الأسرة؟ تريد ثلاجة وفرنا وسخانا وتلفازا. تضع الزوجة الثلاجة والفرن في المطبخ، وتضع السخان في الحمام، وتضع التلفاز في غرفة النوم. الشقة الآن جميلة جدا. طيب، ما شاء الله تبارك الله. استمعنا إلى الفقرة الثالثة. هنا سوف يتغير الجواب. هنا يريد منا أكمل العبارات، complete. أوكي، ونبدأ بأخي. بسم الله، يلا. ما شاء الله، هو من رفع يده أولا. أخي تفضل. أخي كيسر.
نعم. طيب. أسرة تسكن في شقة. الأسرة تسكن في شقة. لنرى الجواب سويا. أحسن. إذن نريد أن نقول الأسرة تسكن في شقة جديدة بهذه الطريقة. طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني، تفضل يا أخي تجاني، تفضل. تريد أسرة بعض الأثاث. بعض الأثاث فقط. طيب نشوف الجواب. ألف. أحسنت. إذن تريد الأسرة بعض الأثاث. طيب السؤال الثالث، هي تريد، تجاني تجاوب. نعم. هي تريد، هي تريد فرنا، هي تريد ثلاجة وفرنا وسخانا وتلفازا. ممتاز. لنرى الإجابة. ثلاجة، فرنا، سخانا، تلفاز. هنا طبعا بدون التنوين، هي تريد ثلاجة وفرن وسخان وتلفاز. طيب بارك الله فيك أخي تجاني، من يجاوب عن السؤال الرابع؟ إرف تفضل. طيب تضع زوجة الثلاجة في المطبخ. ممتاز. وتضع السخان في حمام. ممتاز. وتضع التلفاز في غرفة النوم. طيب لنرى الإجابة. إذا تضع الزوجة الثلاجة في المطبخ، وتضع السخان في الحمام، وتضع التلفاز في غرفة النوم. طيب بارك الله فيك. ديانا تفضلي يا ديانا. الفقرة الأخيرة. الشقات الآن جميلة جدا. جميلة جدا. لنرى الجواب. جميلة جدا. جميلة جدا. أحسنت بارك الله فيك. هنا كررت، هنا كررت كلمة جدا، وهذا خطأ، لكن هي فقط جميلة ثم هنا جدا بهذه الطريقة. طيب أحسنتم، أحسن الله إليكم، ما شاء الله تبارك الله، قراءة جميلة وفهم لما قرأنا. نذهب إلى التالي. التدريب الرابع، اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. الأسرة تذهب إلى السوق يوم الخميس في المساء للتسوق. الأسرة تذهب إلى السوق بالسيارة. الأم تريد سمكا وبيضا وطماطم، والأب يريد صحيفة وكتابا، والابن يريد قلما، والابنة تريد دفترا. السمك بأربعين ريالا، والبيض بسبعة ريالات، والطماطم بخمسة ريالات، والصحيفة بريال واحد، والكتاب بعشرين ريالا، والقلم بثلاثة ريالات، والدفتر بأربعة ريالات. المطلوب ثمانون ريالا. طيب جميل، استمعنا الآن إلى هذه القطعة وسوف نجاوب على بعض الأسئلة وليس الكل، سأترك لكم الباقي في البيت. طيب من يجاوب عن السؤال الأول؟ متى تذهب الأسرة إلى السوق؟ أخي تجاني، بسم الله تفضل يا أخي. نعم. تذهب الأسرة إلى السوق يوم الخميس. أكمل الجواب. يوم الخميس، ها؟ في مساء للتسوق. أحسنت، في المساء. إذن يوم الخميس في المساء. طيب أحسنت أخي تجاني. سؤال آخر أخي. في أي وقت تذهب؟ هذا في مساء.
في المساء. أحسن. إذن جميل، هنا السؤال الثاني يؤكد على السؤال الأول في الوقت. أحسنت. السؤال الثاني يؤكد على الجواب في الوقت. طيب بارك الله فيك أخي تجاني. نأخذ من؟ طيب أخي إرف تفضل. تفضل يا أخي. ماذا تريد الأم؟ ليكون السؤال الرابع، ماذا تريد الأم؟ سؤال ثلاثة أستاذ؟ لا أربعة، السؤال أربعة. ماذا تريد الأم؟ تريد الأم، الأم تريد سماقا وبيضا وطماطم. وطماطم، أحسنت، ما شاء الله تبارك الله. بارك الله فيك أخي إرف، شكرا لك. سوف نذهب إلى أخي شكور، تفضل. يلا يا أخي أو أختي، لا أعلم، سريعا ذلك. طيب أخي تفضل. نعم. طيب نأخذ السؤال العاشر، بكم الدفتر؟ ماذا يريد الأب؟ هو يريد صحيفة وكتابا. طيب أحسنت، إذن جاوبنا على السؤال الخامس، ماذا يريد الأب؟ يريد صحيفة وكتابا. هل تستطيع أن تجاوب على السؤال العاشر؟ تفضل يا أخت ديانا. السؤال العاشر نمبر 10، بكم الدفتر؟ بكم الدفتر؟ والدفتر بأربعين ريالا. بأربعين أو بأربعة؟ بأربعة ريالات. أحسنت، إذن بأربعة ريالات يعني 4 ريالز. okay. بأربعين as you said my sister that means 40. طيب بارك الله فيكم، جميل جدا، قراءة جميلة وفهم من الجميع لما قرأنا. طيب ننطلق الآن إلى الجزء الذي يليه. طيب هنا اقرأ الكلمات والنص ثم اكتب الكلمات في الفراغات. طبعا الكلمات كما تلاحظون: العشاء، السيارة، بعد، المكتبة، الشركة، الأسرة. العشاء وليس العشاء، لاحظوا هنا بالفتح، العشاء. اوكي العشاء ذا دينر وان، بينما بالكسر العشاء ذا براير وان. اوكي سو بي كيرفول، وان حركه شينج ذا ساوند اند شينج اولسو ذا مين. طيب نريد ان نكمل هذه الكلمات في هذا الفراغات. يلا من يبدا لنا رقم واحد يقرا القطعه كامله ويكمل الناقص من خلال الكلمات. Completing from upwards. Okay. يلا من يستطيع؟ تفضل يا أخي تجان. يوم الجمعة هو يوم العطلة الأسبوعية. في هذا اليوم لا نذهب إلى الجامعة ولا يذهب والدي إلى الشركة. إلى الشركة لنرى الجواب. نحن نحب يوم العطلة. في يوم العطلة تذهب أسرتي إلى السوق للتسوق. السوق بعيد عن بيتنا. ذهبت أنا وأسرتي والدي ووالدتي وأخي محمود وأختي زينب بسيارة. ممتاز، بالسيارة. الساعة الآن رابعة عصرا. طيب بارك الله فيك أخي التجاني، شكرا لك ما شاء الله. نريد شخصا آخرا
يكمل الفقرة الثانية. هذا هو السوق. أخي إرف تفضل. طيب. هذا هو السوق. الساعة خامسة الآن. ماذا تريد أسرتي من السوق؟ تريد والدتي من السوق الروس واللحم وسمك ودجاج والفاكهة والبيض وطماطم والبصل والشاي والسكر والقهوة. أذهب مع محمود وزينب إلى المكتبة. أخي محمود يريد قلما ودفترا، وزينب تريد معجما وكتابا. معجما وكتابا. أحسنت، أحسن الله إليك. نأخذ الآن الفقرة الثالثة، وليكن معنا كوزنا. تفضلي يا أخت كوزنا. بسم الله الرحمن الرحيم. في السوق تناول وجبة العشاء ونأكل فيها اللحم والسمك والدجاج والأرز والسلطة، ونشرب العصير والشاي والقهوة. بعد العشاء نذهب إلى البيت. ممتاز، أحسن الله إليكم. قراءة جميلة وفهم رائع من الجميع. طيب، أحسنتم، أحسن الله إليكم. نذهب الآن إلى الذي يليها. التدريب السادس، أجب عن الأسئلة التالية. طبعاً لماذا نجيب؟ نجيب عن هذه الأسئلة من خلال الثلاث فقرات التي قرأناها قبل قليل وأجبنا عن بعض الكلمات. طبعاً نحن سنجاوب على البعض وليس الكل اختصاراً للوقت. لنأخذ السؤال الأول. For example، متى تذهب الأسرة إلى السوق؟ متى تذهب الأسرة إلى السوق؟ من يجاوب؟ ديانا تفضل. متى تذهب الأسرة إلى السوق؟ صباحا. في الصباح أم في المساء أم في لا أعلم. أنت قرأتي واستمعنا الآن إلى الحوار. نقول المساء أو الصباح؟ مساء. طيب مساء. لنرى الجواب. في يوم العطلة. أحسنتي. الجواب كما قرأناه، يذهبون إلى السوق في يوم العطلة. طيب لنأخذ السؤال يعني السؤال السادس. طبعا سوف نجاوب على البقية بشكل سريع، لكن السؤال السادس، ماذا تتناول الأسرة من الطعام؟ ماذا تتناول؟ هل تتناول الغداء، الفطور، العشاء؟ ماذا تتناول؟ طيب أخي إيرف تفضل. With question أستاذ. السادس، number six. Number six. ماذا تتناول الأسرة من الطعام؟ ونأكل فيها اللحم والسمك والدجاج والأرز والسلطة. ممتاز. طيب إذن عدة أطعمة، الأرز والسكر وكما ذكر. طيب نشوف الجواب. طبعا الآن سيأتينا الجواب على السؤال الثاني والثالث حتى نصل إلى جواب أخي في السؤال السادس. طيب هذا هو الجواب الثاني، وهذا هو الجواب الثالث، الرابع، والخامس، وأخيرا كما قال أخي اللحمة والدجاجة والسمكة والأرز والسلطة. شكرا أخي ألف، ما شاء الله تبارك الله، جواب جيد وفهم رائع لما قرأنا. طيب نكمل بارك الله فيكم.
الكتابة. هنا صل بين الحروف لتصبح كلمة كما في المثال. طبعا connect or combine between the words to come as one word. Okay. يعني for example ميم ع ج ميم. If you combine together comes as معجم. Okay. طيب لدينا من 1 إلى 6. يلا من يستطيع أن يجاوب هذه؟ خل نأخذ أخي. يلا تفضل. 6. نعم الكل. يلا رقم 1. 1 دفتر. أحسنت. رقم 2 قلم. ممتاز. رقم 3 قميص. أحسنت. رقم 4 ثوب. ممتاز. رقم 5 بصل. ممتاز. وأخيرا سكر. سكر. بارك الله فيك أخي، ما شاء الله تبارك الله، قراءة وفهم جميل لما قرأت. طيب نكمل التدريب الذي يليه. التدريب الثاني، رتب الحروف ثم صل بينها لتصبح كلمة كما في المثال. لدينا أمران أو أمرين. الأمر الأول rearrange. Okay. Then after that, combine to come as a word. Okay. يعني نرتب في البداية ثم بعد ذلك نجمع هذه الأحرف لتصبح كلمة واحدة. ونأخذ أخي تجاني. تفضل أخي تجاني. نعم. أول هذا حليب. أحسنت. حليب. طبعا كيف نرتب؟ نقول ح لا يا با. ممتاز. طيب رقم 2 نحيف. نحيف. أحسنت. رتب نون ح يا فا. ممتاز. رقم 3 كثيرة. كثير. أحسنت. هذا كاف فا يا را. ممتاز. أرزا. أرزا. أوكي. الكلمة أرز. أحسنت. يا سين كاف نون. أحسنت. يسكن. أحسنت. ممتاز. ثا ها با تا. ذهبت أو ذهبت أو ذهبت as a female one. طيب ممتاز، ما شاء الله أخي تجاني، بارك الله فيك، قراءة جميلة وترتيب جميل، بارك الله فيك. طيب ننتقل إلى التدريب الذي يليه. التدريب، اكتب الكلمات تحت الصور كما في المثال. لدينا المثال for example هذا قميص. طيب هنا ونأخذ منكم الجواب. يلا من يجاوب؟ ماذا نقول؟ يلا تفضل يا أختي كوزن. ماذا نقول عن الصورة الثانية؟ قمصان. قمصان. أحسنتم. ممتاز. إذن مفرد قميص والجمع قمصان. طيب لنأخذ على اليسار. ثوب. طيب نرى الجواب. ثوب. أثواب. أثواب. إذن مفرد ثوب والجمع أثواب. أوكي. بعد ذلك أطباق. أحسنت. أطباق صيغة الجمع ثم طبق. 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 أحسنتم. طيب أخيرا طفل. طفل. أطفال. أطفال. أحسنت أختي بارك الله فيك.
إذن أكرمكم الله جميعا، هذا هو المفرد والجمع. وصيغة الجمع هنا جمع تكسير، broken plural. If you know, in Arabic we have two kinds of plural: sound plural and broken plural. Sound plural, one for male, one for female. What we call جمع مذكر سالم and جمع مؤنث سالم. ينتهي بواو ونون أو ياء ونون، ألف وتاء. جمع التكسير or broken, there is no يعني mark at the end, but you have to keep it like this, like قمصان، أثواب، أطباق، أطفال، طلاب، etc. etc. طيب بارك الله فيكم، نكمل. التدريب الرابع، صل بين كل كلمتين لتصبح تعبيرا كما في المثال. لاحظوا، من في فقرة ألف، بفضلك في فقرة باء، من فضلك، أصبحت بهذه الطريقة. طيب من يجاوب لنا؟ لنأخذ أخي، تفضل يا أخي ألف. أي خدمة. أي خدمة، لنرى الجواب. من فضلك، بعد ذلك أي خدمة، أحسنت. علبة. علبة ملح. ملح، أحسنت. طبق. طبق بيض. ممتاز، إذن طبق. كتاب. كتاب القراءة. أحسنت. المعجم. المعجم العربي. ممتاز، وتكون بهذه الطريقة. طيب أحسنت، أحسن الله إليك أخي إرف، جزاك الله خير وبارك الله فيك. طيب نكمل، بارك الله فيكم، نكمل. التدريب الخامس، يريد منا رتب الكلمات لتصبح جملة كما في المثال. رتب الكلمات، لأنه rearrange the word، يعني المثال القراءة، هذا كتاب. إذا أردنا أن نرتبها تكون بهذه الطريقة، هذا كتاب القراءة. طيب يلا نأخذ الآن الملح، علبة، أريد. يلا من يجاوب لنا عن ذلك؟ أختي ديانا تفضل. أريد علبة الملح. ممتاز، أريد علبة الملح. طيب رقم اثنان، ماذا تريد أيضا؟ ماذا تريدين أيضا؟ أوكي. أوكي طبعا، ممتاز. القمصان. هذا قمص، قمصان. ممتاز، هذا قسم القمصان. أربعة، لدينا أثواب أثواب جميلة. جميلة، لدينا أثواب جميلة. رقم خمسة، أريد الثوب الأبيض. ممتاز، أريد الثوب الأبيض، بارك الله فيك أختي. السؤال السادس، من يجاوب على السؤال السادس؟ املأ الفراغ باستخدام الكلمات كما في المثال. ما هو المثال؟ هذا كتاب القراءة، اخترنا كلمة القراءة. نأخذ أمر، تفضل يا أمر. القميص بعشرين دينارا. القميص بعشرين دينارا، لنرى الجواب. صحيح، هذا هو القميص أزرق. الأزرق، بارك الله فيك. رقم ثلاثة، لدي 80 ريالا. ريالا، ممتاز. رقم أربعة، أدرس في كلية الطب. الطب، أحسنت، ما شاء الله. الاختبارات. الاختبارات في شهر رمضان. في شهر رمضان، بارك الله فيك أخي أمر، جزاكم الله خيرا جميعا. طيب نكمل، جزاكم الله خير، نكمل إن شاء الله.
طبعا هنا يريد منا النسخ، وأنتم إن شاء الله تنسخوا هذه الأشياء، كابي أزرق أحمر أصفر تنسخونها فقط. وهنا يريد منا أن نضع علامة الخطأ أو الإكس على الكلمة التي كتبت خطأ، ثم نكتبها بشكل صحيح كما في المثال. لاحظوا كلمة طمطم خطأ، وهي في الصحيح تكتب طماطم. طيب يلا، من يجاوب لنا؟ من يجاوب لنا من رقم 1 إلى رقم 5؟ أخي تجاني تفضل. قمصان، قميص، فصل، تفصل، تفصل. أها، إذن الإجابة الصحيحة تفضل. تفضل. أحسنت، إذن الإجابة الصحيحة كلمة تفضل. طيب رقم 2. 20، 30، 50، 80. 30. 30. أحسنت. 30. إذن 30. 30. ممتاز. أمام، خلف، شمال، يمين. شمال. شمال. أحسنت. إذن شمال. شمال. أحسنتم. رقم 4. قراءة، قرآن، قواعد، قلم. الخطأ أين؟ قواعد. قواعد بحرف الكاف. نعم. وهي الصحيحة بحرف قواعد. قواعد بحرف القاف. طيب رقم 5. ملح. ملح. أحسنت. منفصلة، وهي في الأساس تكون متصلة وليست منفصلة. بارك الله فيك أخي تجاني، ما شاء الله تبارك الله، أحسنت، أحسن الله إليك. نكمل أيها الكرام، نكمل. ساعد زميلك في كتابة الكلمة الصحيحة كما في المثال. طبعا لدينا مثال، ما هو المثال؟ المثال أكتب بالكتاب أو بالقلم. طبعا إذا الجواب أقول تكتب بالقلم، تكتب بالقلم. طبعا هو هنا يسأل زميلك، يقول هل أكتب بالكتاب أو بالقلم؟ فأنت تجيب له نعم، أو بهذه الطريقة تكتب بالقلم. طيب يلا، نريد أحدا الآن يساعدنا من رقم 1 إلى رقم 5. يلا، من يستطيع أن يساعدنا في هذا التدريب؟ تفضل يا أخي إرف. أكتب في الكتاب أو في الدفتر. تكتب. الجواب تكتب في الدفتر. في الدفتر. أحسنت. أضع ملح في الشاي أو السكر. تضع السكر في الشاي. أحسنت. أضع سكر في سلطة، في سلطة، في سلطة أو الملح. تضع الملح في السلطة. ممتاز. تضع القرآن تحت الكتاب أو فوق الكتاب. تضع القرآن فوق الكتاب. ممتاز. نشرب القهوة في الصباح أو في الليل. All the same, but تشرب القهوة في الصباح. في الصباح. أحسنت، لكن في الصباح عادة الإنسان في بداية يومه يحتاج إلى مادة تعطيه حيوية ونشاط، مثل الكافيين في القهوة، فنقول القهوة في الصباح. أحسنت أخي، بارك الله فيك، وبارك الله فيكم أيضا جميعا. طيب التدريب العاشر، أكتب العبارة الصحيحة في الفراغ مستعينا بالصور. أنت تكتب العبارة. يلا، من يستطيع أن يعمل هذا الشيء؟ أختي كوزنا تفضل. أريد أول شيء من خلال الصورة، ماذا تريدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أريد
المعجم معجم العرب. أحسنت، إذن أريد المعجم العربي. طيب رقم اثنان، أريد ماذا؟ أريد قواعد اللغة العربية. أحسنت، إذن أريد كتاب القواعد. رقم ثلاثة، أريد كتاب القراءة والمحفوظات. أحسنت. طيب رقم أربعة، أريد الأبيض. لا، الأبيض أو طبق بيض. أريد الطبق البيض. أحسنت، ما شاء الله. رقم خمسة، ما أعرف هذا صورة يا أستاذ. أها، ملح. أريد الملح. أريد ملح. إذن الصورة علبة ملح والملح مكبوب على الأرض. طيب جزاك الله خير يا أختي، بارك الله فيكم. طيب ننتقل الآن إلى الفقرة التي يليها، التدريب الحادي عشر. ضع علامة إكس أو خطأ على الجملة المطابقة ثم اكتبها في الفراغ، يعني سيم جملة، سيم جملة، جملة المفرغة. طيب من يجاوب؟ بسم الله، من يجاوب؟ نريد new faces please. يلا تفضل أخي عمر، بسم الله. هذا كتاب للقراءة، فهذا كتاب. ممتاز. أي فقرة؟ هذا كتاب القراءة. أي فقرة مطابقة؟ هل هي واحد، اثنان، ثلاثة أو أربعة؟ ثلاثة. ثلاثة، نرى الجواب. أحسنت، وهنا تكتب بما أراد. طيب حرف باء، أريد أريد دفترا، أريد الدفتر والقلم. طيب أي فقرة؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. سيم. رقم واحد. رقم واحد، نرى الجواب. الجواب حقيقة الصحيح، الصحيح هو رقم أربعة وليس رقم ثلاثة. أريد دفترا وقلما، لاحظوا، أريد دفترا وقلما، فالجواب الصحيح هو رقم أربعة وليس رقم ثلاثة. وأيضا يا أخي أنت أوجدت رقم أربعة صحيح، رقم واحد، لكن انظر الاختلاف، دفترا وقلما. طيب رقم أو حرف جيم، تفضلي السكر والشاي. تفضلي السكر والشاي. تفضلي رقم اثنين. رقم اثنين، طيب نرى ذلك. أحسنت، تفضلي السكر والشاي رقم اثنان، وهذا هو الجواب هنا. طيب أحسنت أخي أمرو، ما شاء الله تبارك الله، بارك الله فيك. طيب نكمل أيها الكرام، اكتب الأرقام كما في المثالين. لاحظوا هذه الأرقام أمامنا، القميص بعشرين ريالا، إذن القميص بعشرين، هنا رقما وهنا كتابة، سوري. وأيضا هنا هذه عشرون ريالا، ولاحظوا أن في الكتابة تكون عشرون، أوكي؟ هنا بعد حرف الجر، وهنا أتت كخبر إذا أردنا أن نقول ذلك. طيب يلا، ما رأيكم في رقم واحد إلى رقم أربعة؟ من يجاوب؟ بسم الله، من يجاوب؟ لنأخذ أخي تجاني، تفضل أخي تجاني. نعم أستاذ، قبل هذا last question is mistake. نعم نعم كان هناك خطأ في السؤال وبلغ، نعم، في كلمة دفترا وقلما. نعم دفتر وقلما، نعم. أحسنت، قلنا رقم أربعة وليست رقم ثلاثة. أحسنت، أربع. نعم أربع، نعم. أحسنت، أحسنت أخ، أحسنت أخي. الحين نعم، القميص بثلاثين، بثلاثين ريالا. هذه ثلاثون ريالا. ثلاثون ريالا. هذه ثلاثون ريالا. القميص بخمسين ريالا. هذه خمسون ريالا. ممتاز، أحسنت. رقم ثلاثة،
القميص بستين ريالا هذه ستون ريالا ممتاز رقم أربعة القميص بثمانين ريالا هذه ثمانون ريالا ممتاز ما شاء الله إذن هنا الفرق في استخدام ألفاظ العقود كتابة بعد حرف الباء يعني نقول 30 50 60 أو غيرها أما بعد هذه أوكي 30 50 فهي تأتي في حالة الرفع طيب بارك الله فيك أخي تجاني أحسنت أحسن الله إليك وكذلك بقية الزملاء والزميلات طيب ما شاء الله تبارك الله نحن وصلنا أيضا أتوقع إلى الجزء الأخير في الوحدة التاسعة طيب بارك الله فيكم أيها الكرام وجزاكم الله خيرا في هذا الجزء حقيقة نتوقف هذا اليوم بإذن الله الأسبوع القادم نكمل إن شاء الله فيما تبقى لنا في بقية الدروس إذا بقي لنا شيء في التسوق سوف نكمله بإذن الله وإن لم يبقى لنا سوف نكمل إن شاء الله في الوحدة العاشرة أنا الآن في هذه الدقائق المتبقية أترك لكم المجال إذا لديكم سؤال أو استفسار عما مضى فنحن نرحب بما لديكم من لديه سؤال أو استفسار فليتفضل تفضلي يا أختي كوزنا السلام عليكم أستاذ في آخر الدرس في هذا can you explain whether different 50 و50 أحسنتي طيب نفرق بينهما أختي 50 أو 50 إذا أردت في حالة الرفع تكون 50 يعني ماذا حالة الرفع إما أن تأتي على سبيل المثال خبر أو تأتي فاعل أو ما شابه فهي تعامل معاملة جمع المذكر السالم هذه ألفاظ العقود نسميها طيب الخمسين هنا حالة الجر حالة الجر فهي تجر بحرف الياء لكن هل المعنى يختلف؟ يعني هل هناك فرق بين كلمة خمسون وخمسين؟ لا It's same يعني 50 بمعنى خمسون 50 if one to say okay لكن الفرق هو مكانها في الجملة بإذن الله إن شاء الله واضح يا أختي كوزن شكرا جزاك الله خير الجزاء اللهم آمين طيب من لديه سؤال طيب أتوقع أن الجميع ما شاء الله تبارك الله يعني ليس لديه سؤال أخيرا سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته